الى ضاع الباجاج ما كاينلاش تقلق، هذاك السيد اللي كتقلق عليه هو راه كيقلب على الباجاج ديالك، اذا هضر معاه غير بهدوء. دائما مع السفر في الطياره اللي غادي الله يوصلوا على خير واللي جا على سلامته، غادي نتكلموا على بعض المشاكل كتوقع ما بين الطياره المسافر والمطار. الباجاج يقدر يضيع، هذا المشكل كيقد يوقع. الو الباجاج ها هو وصل مزيان الحمد لله، ولكن المسافر كيقول لك اودي الباجاج ديالي كانوا فيه مسائل غاليه ودابا ها هما ضاعوا. ما نساوش بان بالنسبه للشركه ديال الطيران هي راه عندها واحد الحد باش كتخلص المسائل اللي ضاعت، راه ما باغا تضيع حد. ولكن الا ما علمتيش نتايا ملي تكون غادي مسافر بان في الباجاج ديالك كاين مسائل غاليه، هنا راه ما عندك ما تدير. المشكل هو ان الناس ما كيصرحوش اللي كيكونوا غاديين بان عندهم الفيسات ولا مسائل غاليه حتى كيوقع المشكل. هنا الشركه غترد لهم واحد الثمن عادي، ما غتاخذش بالاعتبار بان داكشي اللي كان عندهم غالي. حاجه مهمه هو ان الباليزه اللي غنسافر في الطياره بها نعقل عليها باش نوصفها لهم من الضيع. غتقولوا لي الباليزه ديالنا وما نعقلوش عليها، ايه ولكن الا تسلفنا مع شي صديق او صديقه هنايا راه غير هو اللي غيبقى عاقل. لصق واحد الوريقه مزيان فيها جميع المعلومات عليا والرقم التليفون باش الا ضاعت يعرفوا فين يعيطوا ليا، ونسدها مزيان الباليزه يا اما بقفيل يا اما بالارقام، ونعقل فين درت السويري ديال القفل وحتى الارقام اللي درت الكود. السلام عليكم جماريك الديوانه حل الباليزه. هنا مشكل الديوانه الخدمه ديالها تراقب شنو كاين في الباليزات، اذا الا ما قديتيش حل الباليزه ديالك راه غتقطعها. الدور ديال الديوانه تراقب شنو كاين في الباجاج، اذا هاد الامور راه كتبان سهله ولكن فكروا فيها قبل ما نسافروا. واخر حاجه مع المشاكل ديال الباجاج هو اننا ملي كنسجلوا كنكونوا فرحانين غنسافروا كيعطيونا واحد التيكيت من بعد ما كتسجلوا الباجاج، غير هو داك التيكيت صغيور دغيا كنلوحوه. المشكل هذاك التيكيت هو اللي غيثبت بان الباجاج راه ديالك، والا ضاع الباجاج هذاك التيكيت يكون اللي عنده اهميه اكبر. اذا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش تسافر في الطياره وتستهلك بلا ما تهلك.